ما هي المضاربة؟ المضاربة في الأسهم وكيف تصبح مضاربا ناجحا؟ ده عنوان الفيديو ده. ما هي المضاربة؟ أنواع المضاربة في الأسهم، استراتيجيات المضاربة، وكيف تصبح مضارب أسهم ناجح. المضاربة في الأسهم يقصد بالمضارب في الأسهم شراء سهم معين يميل المستثمر إلى توقع سعره سيرتفع في المستقبل، وتعتبر المضاربة في الأسهم من أكثر أساليب خطورة في تداول الأسواق المالية. ومع ذلك يلعب المضاربون دورا مهما للغاية في الأسواق. جزء من هذا الدور هو تقليل تكاليف التداول مثل فروق الأسعار، حيث أن العديد من الطلبات تخلق سيولة عالية. بشكل عام، يحاول المضاربون الاستفادة من التقلبات قصيرة المدى في أسعار الأصول، فيركزون بشكل أكبر على تحركات الأسعار الصافية. فالمضاربة هي عملية إجراء صفقة تجارية أو سوقية تنطوي على إمكانية تحقيق ربح كبير وإمكانية حدوث خسارة فادحة. خلال هذه العملية يعتمد المتداول أن احتمالية الربح أكثر من أو كافية لتعويض الخسارة. يمكن يكون لدى المضاربين خطة زمنية أطول، على الرغم من أن المضاربة قصيرة الأجل أكثر شيوعا. وبتتم المضاربة في الأسهم من خلال المنصات الإلكترونية أو منصات التداول للأسهم، على أن تكون تلك المنصات تابعة لشركات ومرخص طبعا ليها وموثوقة. أنواع المضاربة في الأسواق المالية: هناك أنواع مختلفة من المضاربة، زي المضاربة في الأسهم أو المضاربة في أسعار العملات في سوق الفوركس. استراتيجيات المضاربة: أول استراتيجية استراتيجية تداول الأخبار، بتعتمد على الأخبار، إنك أنت تعرف الأخبار، وإذا كان الخبر جيد بيؤدي إلى ارتفاع السهم، وإذا كان سلبي بيؤدي إلى هبوط السهم، وده بيأثر عليك بتاخد قرار شراء أو بيع. تاني استراتيجية استراتيجية الزخم، استراتيجية الزخم، وهنا في الاستراتيجية بتعتمد هذه الاستراتيجية على البحث على سهم سوف يرتفع سعره في السوق نتيجة حدوث حدث طارئ، وبيبقى فيه فوليوم عالي وزخم عليه، تمام؟ وقبل حدوث الارتداد في السوق ورجوع الاسعار لطبيعتها، تحقيق هذا يمكن للمتداولين الاعتماد على الادوات المتوفره على منصات التداول المتطوره. ثالث استراتيجيه الاستراتيجيه السكالبينج، السكالبينج هي بتحقق مكاسب صغيره من خلال عقد عدد من الصفقات السريعه والتي يتم اجراؤها بشكل متكرر. وهذه الاستراتيجية يمكن أن يعمل بها المضاربون من ذوي الخبرة القادرين على اتخاذ قرارات سريعة والتصرف وفقا لها دون انتظار معرفة المزيد من التفاصيل. الاستراتيجية الرابعة اللي هي استراتيجية تداول الأسهم، تداول الانسحاب سوري، وبتعتمد هذه الاستراتيجية على القيام بالبحث عن سهم ومراقبة اتجاه ذلك السهم من خلال المخططات الفنية. إذا كان السهم في حالة اتجاه صعودي، فسوف تكون نقطة الدخول لشراء السهم هي الحركة الهبوطية خلال الاتجاه الصاعد. خلال هذه الاستراتيجية يعتمد المتداولون على حركتين متتاليتين على الأقل لسعر المرتفع قبل التراجع أو انخفاض السعر. الاستراتيجية الخامسة والأخيرة استراتيجية تداول الاختراق، تعتمد هذه الاستراتيجية على شراء الأسهم من خلال التعرف على المقاومة ثم الشراء بعد الاختراق، بعد هبوطه عن سعر المقاومة أو بعد صعوده عن سعر المقاومة سوري. فتحدث صفقة الاختراق عندما يرتفع سعر السهم فوق أعلى سعر المقاومة سابق. كيف تصبح مضارب أسهم ناجح؟ ده سؤال مهم جدا إذا كنت هتخش في عالم الأسهم المضاربة، لأنك أنت ممكن تخش إنك مستثمر، يعني عندك متوسط الأجل أو طويل الأجل، بتعتمد على الكوبونات والأرباح. لكن المضاربة في الأسهم أصبحت الآن في متناول جميع الأفراد من خلال منصات التداول المختلفة التي تقدمها شركات الاستثمار، بالإضافة إلى العديد من الوسطاء الذين جعلوا المضاربة في الأسهم اليوم أكثر سهولة لمتداولين مستثمرين الأفراد. تضاف هذه السهولة إلى تطور في عالم تداول الأسواق المالية الذي صاحب تطور هائل جدا في الكمبيوتر والإنترنت، فأصبحت معظم معاملات المضاربة في الأسهم تتعلق بأجهزة الكمبيوتر وروبوتات عالية التردد. لكي تصبح مضارب أسهم ناجح، عليك أن تقوم بزيارة معرفتك ومهاراتك في تداول الأسواق المالية من خلال الحصول على دورة تدريبية أو قراءة كتب أو مقالات أو مشاهدة مواد تعليمية مثل هذه الفيديوهات المتاحة عبر شبكة الإنترنت. يجب الالتزام بالمعايير التالية عند تعلم المضاربة في الأسهم للمبتدئين، وهي تحديد نقطة خروج للخسارة، تحديد نقطة خروج للربح، اتخاذ قرار ما إذا كنت ستضع حدا زمنيا للتداول،
حيث يتم البيع بغض النظر عن حجم الربح أو الخسارة. عليك أيضا تحتفظ بدفتر يوميات لتحليل مدى نجاح قواعد التداول. لاحظ أن نقاط الخروج لا يجب أن تكون بسعر ثابت للسهم، يمكنك الخروج من المتوسطة المتحركة أو المؤشرات الفنية الأخرى. أيضا من العوامل التي تجعلك مضارب أسهم ناجح هي القدرة على التراجع في الوقت المناسب، فيجب على المضارب الأسهم توخي الحذر في الأطروحة الأولية. إذا ثبت خطأ الأطروحة فاخرج، ابحث عن أفكار أخرى، سجل ما حدث في دفتر يوميات بحيث يمكن إجراء تعديلات على الاستراتيجية عند إغلاق السوق. وطبعا الموقع الكلام دوت من موقع القيادي، تمام. أتمنى إنك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. احنا طبعا قناة متنوعة، اهم الرئيسي فيها اللي هو البرمجة، تعليم البايثون، ال HTML، PHP، CSS، والاندرويد ستوديو، والXML، والجافا. دي الحاجات الاساسية. تاني حاجة ان احنا بنحط بنعلم شطرنج، وبنعلم ازاي تتسوق، وازاي تكتب اكواد تساعدك على التسويق، وتعمل صفحات الكترونيه تساعدك برضو في التسويق، وايضا الاستثمار. دي احد اهداف القناه. وطبعا الاخبار المهمه جدا بنرفعها برضو، والمحتوى بيبقى بالعربي وبالانجليش. شكرا جدا لاستماعك، اتمنى انك تشير في القناه وتكتب تعليق يشجعنا على الاستمرار ويشجع الاخرين على التعلم المستمر، وكمان تشير الفيديو مع اخرين اذا كنت حابب كده. شكرا جدا.